في مجالنا اليوم، كورونا يفرض سطوته والعالم يسعى للتحرر، أفغانستان وعودة أمل السلام من جديد، اليمن معارك الحديدة تنسف أمل التهدئة. أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال، معكم محمد عمر. والبداية بالعناوين: العالم يعزز قيوده لمكافحة تفشي وباء كورونا، واستمرار الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة بالمسؤولية. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى كابول غداة مباحثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية. معارك مستمرة في الحديدة اليمنية، ونزوح أكثر من 10,000 أسرة جراء المواجهات بين الحوثيين والحكومة في الشمال. نستهل مجالنا بتطورات وباء كورونا، حيث يواصل الوباء حصد الأرواح حول العالم ليرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 15,000، فيما كشفت إحصاءات تعافي 100,000 من المرض حول العالم. ومع ارتفاع أرقام الضحايا والمصابين في الدول العربية، تزداد المخاوف من تفشي الوباء في المناطق التي تشهد صراعات أو أوضاعا إنسانية صعبة كسوريا واليمن وغزة وليبيا أيضا. أمنة العمدوني معها المزيد من التفاصيل، تفضلي أمنة. فعلا محمد، مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا، باتت الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة جديدة على خريطة انتشار الوباء، بعد أن قفزت إلى المستوى الثالث بعدد الإصابات بعد الصين وإيطاليا. ومع اجتياح كورونا العالم، تسابق الحكومات الزمن للبحث عن السبل الناجعة لاحتواء هذا الفيروس وأخذ الإجراءات الاحترازية الفعالة في مواجهة هذه الجائحة. وضع صحي صعب وخطير عجزت أمامه كبرى الدول الغربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتان تملكان أرقى الأنظمة الصحية في العالم. يأتي ذلك بينما تتخبط الدول العربية في البحث عن حل لمواجهة كورونا وإمكانية تقديم العلاج للمصابين في ظل هشاشة المنظومة الصحية وضعف الإمكانيات. عدد كورونا يتخطى 340,000 مصاب في العالم، توفي منهم أكثر من 15,000. واقع يأتي وسط ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وشبه الطبية والعاملين في المستشفيات، خاصة في المنطقة العربية، وتوجس من فقدان السيطرة على الوباء في ظل وضع صحي واستشفائي لا يشي بإمكانية الصمود طويلا إذا وصل الفيروس انتشاره. وضع أرجعه مراقبون إلى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تفتك بأغلب الدول العربية، لكن مع تفاوت طبيعة هذه الدول من حيث المؤشرات الصحية والرعاية الطبية ومعدلات الوفيات. فبينما تتمتع دول الخليج والدول النفطية بمؤشرات متوسطة، تعاني الدول النامية في المنطقة العربية مؤشرات صحية ضعيفة على غرار اليمن، وهذا ما يجعل مواجهة فيروس كورونا متفاوتا بين الشقين. كما يعاني العراق ولبنان ومصر التي تتمتع بنظام صحي يوصف بمتوسط الأداء، تعاني قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى تراجع مقومات البنية التحتية لتقديم الخدمات الصحية. وغير بعيد عنها دول المغرب العربي التي تعرف منظوماتها الصحية بالهشاشة والضعف ونقص الإمكانيات لمواجهة هكذا وباء ينتشر بسرعة كبيرة ويقتل بسهولة. ويرى محللون أن هذه الدول قد توفق في التعامل مع حالات قليلة، ولكن في حال تفاقم الوضع فسيكون من الصعب تقديم العلاج أو حتى ضبط انتشار الفيروس، خاصة مع ضعف المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية. إشكالية قد لا تشكل عقبة في الوقت الراهن أمام دول الخليج وفي مقدمتها السعودية التي تنفق على القطاع الصحي مليارات الدولارات، الأمر الذي يخولها تحمل الضغط حتى حين أو في حال تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا.
سرعة انتشار الفيروس قد تسبب مشكلة كبيرة لأي دولة كانت، مهما كانت إمكانياتها وقدراتها على مجابهته. فالتعامل مع المرض بشكل وبائي يختلف عن التعامل مع حالات مرضية منفردة، وعلى الأفراد الالتزام بالإجراءات الوقائية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب من عمان، وزير الصحة الأردني السابق الدكتور غازي الزبن. أهلا ومرحبا بك دكتور غازي. دكتور، نبدأ من التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا الجديد. منع التجول وإجراءات صارمة جدا وأيضا مكلفة للدولة الأردنية، إلى أي درجة تستطيع الدولة الصمود في ظل هذه الإجراءات المكلفة فعلا؟ سيدي، أولا شكرا جزيلا للاستضافة، وطبعا هو حديث الساعة هو موضوع كورونا فيروس. ما من شك أن هذا الموضوع يستقطب اهتمام العالم بشكل واضح، لأن هذا الفيروس هو عابر للقارات، عابر للجنسيات، عابر للحدود، عابر لكل الأمور التي نتكلم عنها. ولذلك في ظل هذه المنظومة اللي احنا بنحكي فيها كان لابد أن يتعامل الأردن بهذا الإطار. الأخت الكريمة قبل قليل كانت تتكلم عن الفيروس وانتشار الفيروس. الحكمة في هذا المجال هو في إبطاء انتشار الفيروس، لأن إمكانيات أي دولة إمكانياتها تبقى محدودة مهما كانت عظمتها في التعامل مع هذا المجال. وهذا كان واضح وجلي حقيقة، مثل ما بتذكر أخي الكريم أن الحكومة البريطانية وعلى رأس رئيس الوزراء بوريس جونسون أعلن في البداية أنه سيتعامل في هذا الموضوع كما قيل بمعاملة المناعة القطيع، بمعنى صحيح. أن يصاب الناس فيتخذون مناعة ضد الفيروس، يتخذون مناعة ضد الفيروس، والناس المصابين والذين هم معرضون إلى إشكالات أو يعني مضاعفات أخرى يعالجون في المستشفيات. لكن فيما بعد بريطانيا غيرت هذه السياسة وذهبت إلى احتياطات ومحاذير أخرى. ولذلك يعني مثلا في بريطانيا، بدي أجيب لك مثال، كان من المتوقع لو مشوا على السياسة القديمة أن تكون حالة الوفيات حوالي 510 وفاة يعني في، لكن إذا عملوا عزل منزلي للحالات وتباعد الأفراد، بمعنى أن تكون يعني المسافة بين الشخص والآخر لا تقل عن متر، فينزل هذا الرقم إلى 87,000 وفاة. وإذا عملنا عزل منزل وتباعد الأفراد وأغلاق المدارس والجامعات ينزل إلى 19,000، وإذا أضفنا عليه الحجر المنزلي ينزل 13,000. لاحظ العلاقة بين 510,000 إلى 13,000. إحنا في الأردن حقيقة بدأنا، عودة إلى السؤال الذي تفضلت به، أتفضل إذا تحب تسأل. تفضل أكمل دكتور. احنا في الأردن أخذنا كل هذه الاعتبارات من البداية حقيقة، وأخذنا التجربة الصينية والتجربة الكورية بالاعتبار، يعني خاصة التجربة الصينية هي تجربة رائدة في هذا المجال. طبعا من الصعب أن تقيم من هي الأفضل، التجربة الصينية أو التجربة الكورية أو التجربة أيا كانت، إلا فيما بعد. لكن على أرض الواقع الآن احنا نرى أن الصين قد أفلحت في هذا المجال. طيب دكتور، لنتحدث عن دول العالم بشكل عام، يعني نحن نرى هذا الانتشار السريع للفيروس، هناك دول فعلا اقتربت منظومتها الصحية من الانهيار بشكل تام. هل فعلا بات الفيروس خارجا عن السيطرة في معظم الدول، أم أن الفرصة في السيطرة على هذا الفيروس ومنع انتشاره ما زالت قائمة؟ الأكل الكريم، إحنا في ظل الآن اللي موجود منع السفر بين الدول والكذا، وبالتالي هو محصور إجمالا في داخل المنظومة، في داخل الدولة نفسها. الآن في بعض الدول استطاعت أن تحتوي هذا الفيروس، وبعض الدول لا تزال يعني تكافح. مثلا المثال الإيطالي، ونحن نتمنى للإيطالي ونتمنى لكل شعوب العالم صحيح بالتأكيد يعني الصحة والسلامة، لأن هذه الأمور هي أمور يعني على نطاق الإنسانية كاملة. المشكلة هو عدد الحالات، يعني لأنه في بيك، في وضع قمة يصير، وهذا قديش بتقدر تتفاعل معه، قديش في عندك أنت أسرة كريتيكال كير بيدز، يعني أسرة للمعالجة الحرجة، قديش في عندك أطباء
يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا؟ قديش في عندك ممرضين يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا العدد من الحالات؟ يعني أجيب لك مثال بسيط، يعني إحنا في الأردن عندنا العدد تقريبا مثل ما هو موجود في بريطانيا 7.5 أو 7.5 شرير لكل 100,000 نسمة. هسه في إيطاليا اللي يعني وضعها سيء العدد 14 شرير، لاحظ ضعف بريطانيا. في ألمانيا 30. المشكلة ليست في المشكلة أنه الكم الهائل اللي صار دفعة واحدة ولذلك لم يستطيعوا أن يتعاملوا، ولذلك إحنا كلمة السر في كل هذا الموضوع هو الاستعداد انتشار الفيروس. نعم. طيب. انتشار الفيروس حتى تستطيع الكوادر الطبية أن تتعامل. فيما يخص الدول العربية دكتور غازي، كيف ترى تعامل الدول العربية مع هذا الوباء؟ كيف تقيم هذا التعامل؟ يا سيدي كما أسلفتم في التقرير اللي تفضلتم فيه، في بعض الدول عندها الإمكانيات المادية وربما يعني لا ليس عندك يعني الإمكانيات البشرية الكافية في هذا المجال. احنا في الأردن استطيع ان اقول انه الحمد لله يعني عندنا الإمكانيات البشرية الكافية لهذا المجال، ربما يكون عندنا بعض الإمكانيات في يعني الأقل في الإمكانيات المادية. نعم. مثلا ربما عدد الأسرة والكيتس الفحص، لكن هذه الآن أنا أعتقد أن وزارة الصحة الأردنية والدولة الأردنية استطاعت أن توفرها. هسه بعض الدول وضعها يعني الله يكون بالعون، أنت بتتكلم عن مثلا زي اليمن زي ليبيا زي سوريا، يعني في عندهم وضع إحنا أصلا لا نعرف الوضع عندهم في حقيقة الوضع عندهم اللي موجود. هل هم يعرفون حقيقة الوضع عندهم؟ يعني مثلا سوريا أعلنت بالأمس عن أول حالة إصابة، هل الحكومة السورية مدركة عن حقيقة الوضع في سوريا؟ هل هناك فعلا إجراءات لتقصي هذا الفيروس في دول مثل سوريا؟ سوريا مثال على ذلك. يا سيدي هو يجب الجميع أن يعوا شغلة في غاية الأهمية، أنه الإنكار، حالة الإنكار سواء في أي بلد في الدنيا، ولا أتكلم عن أي بلد يعني بخصوص سواء سوريا أو اليمن، يعني لا يفيد. يعني لا نستطيع إحنا في الأردن نقول والله إحنا عندنا فقط خلينا نقول 10 حالات عندما يكون في عندنا مثلا 100 حالة، لا يجوز هذا الحكي، لأنه هذا يعطي اطمئنان كاذب، وهذا الاطمئنان الكاذب يؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس، وبالتالي إحنا بنشتغل ضد أنفسنا. هذا الحكي لا يجوز في أي بلد من العالم. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من عمان وزير الصحة الأردني السابق الدكتور غازي الزبن، شكرا لك دكتور. إلى أفغانستان وملف السلام، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة مفاجئة في محاولة للمضي قدما في اتفاق السلام الذي وقعته واشنطن مع حركة طالبان الشهر الماضي. والتقى بومبيو بشكل منفصل كلا من الرئيس الأفغاني أشرف غني وعبد الله عبد الله، حيث يقول كلاهما إنه الرئيس الشرعي للبلاد بعد انتخابات متنازع على نتيجتها في سبتمبر الماضي. وعرقل موقفهما تشكيل فريق تفاوض لتمثيل الحكومة الأفغانية في محادثات مزمعة مع طالبان. وتأتي الزيارة غداة أول جلسة محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى منذ توقيع اتفاق السلام، وبعد رفض الحكومة تنفيذ شرط الإفراج عن سجناء طالبان. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل أكد أن الجلسة الأولى للمباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عقدت عبر الفيديو بحضور ممثلي الولايات المتحدة وقطر، وأضاف أن الطرفين بحثا قضايا خفض العنف والمباحثات الثنائية وجها لوجه وعملية تبادل الأسرى والسجناء. ولم تكن الحكومة الأفغانية طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الذي وقع في الدوحة نهاية الشهر الماضي، لكن الاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق أمام طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية، وشمل اتفاقا بانسحاب القوات الأجنبية سينهي عمليا أطول حرب شاركت فيها الولايات المتحدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا من كابول الأكاديمي والسياسي الأفغاني الدكتور فضل الهادي وزين، أهلا ومرحبا بك دكتور فضل. دكتور، زيارة بومبيو هل تعيد الحياة مرة أخرى إلى مسار السلام في أفغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جاء اليوم إلى كابول في زيارة تستهدف أولا دفع عملية المصالحة الأفغانية
وتطبيق وتنفيذ الاتفاقية الأمريكية مع حركة طالبان قدما، وأيضا هو حاول أن يحل الأزمة السياسية الموجودة بين الدكتور أشرف غني رئيس الجمهورية وأيضا الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي السابق لحكومة أفغانستان. نعم. فهو جاء والتقى بالرئيس أشرف غني ثم مع الدكتور عبد الله عبد الله ثم عاد مرة أخرى للقصر الرئاسي، وهناك تسربات يقول أن استطاع جورج مايك بامبيو أن يجمع بين الخصمين الدكتور عبد الله وايضا محمد اشرف غني بينهما، لكن هل بهدف هو قادر على حل الخلاف حل على السلطه بينهما، خلاف الرئاسه؟ طبعا هو يحاول، لان في عام 2014 ايضا كان هناك خلاف، جاء وزير الخارجيه الامريكيه الاسبق جان كيري وتمكن من حل المشكله بين الطرفين، ويبدو ان جورج مايك بامبيو يحاول ان يلعب نفس الدور في هذه المره. والهدف من هذه الزياره والمقابلات بين الطرفين ان تشكيل حكومه ترضي الطرفين، لكن حتى الان يبدو ان كل طرف مصر على موقفه ولم يعلن شيئا نتائج هذه الزياره وتلك اللقاءات. طيب دكتور، اذا حصل ذلك وقامت الولايات المتحده بتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين المختلفين على الرئاسه في افغانستان، هل سيتحول الدور الامريكي الى تسهيل اجراء مباحثات مباشره ما بين الحكومه وطالبان؟ طبعا الممثل الخاص للخارجية الأمريكية الدكتور زلمي خليلزاد هو موجود ويسعى ويحاول أن يقرب وجهات النظر، لكن الذي حصل بالرغم من في تقدم حصل بالأمس أن كان هناك محادثات عبر السكايب بين ممثلين الحكومة وأيضا جانب حركة طالبان، لكن لأن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان راهن تنفيذ أهم البنود وهو إطلاق سراح سجناء حركة طالبان. لا. الأمر الذي تماطل الحكومة الأفغانية حتى الآن وتشترط بدء المحادثات وتخفيف التوتر والعمليات العسكرية مقايضة لإطلاق إسراء جنود طالبان. لكن الحكومة الأفغانية وعلى لسان أكثر من مسؤول صرحت أن إطلاق السجناء المعتقلين من حركة طالبان هذا أمر لم نوقع عليه ولم نتفق عليه مع الولايات المتحدة، فهل الولايات المتحدة قادرة الآن على الضغط على الحكومة الأفغانية فعلا لإطلاق سراح السجناء؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية قادرة، لأن هي عندها يعني كل شيء في أفغانستان، هي تقول الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي التي تمول وتسلح وتدرب القوات الأفغانية والجيش الأفغاني، وأيضا هي طبعا صاحبة الكلمة الأخيرة في كل ما يحصل في البلد. لكن طبعا الأمور لم تعود كما كانت قبل 10 سنوات، يعني ولكن ما زال الامريكان يتمتعون بقوه ونفوذ كبير جدا والتاثير في ما تجري على الساحه الافغانيه سواء كان الجانب العسكري او الجانب السياسي. نعم. على حد سواء. من كابل الاكاديمي والسياسي الافغاني الدكتور فضل الهادي وزين، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش اليمني أنه تمكن من قتل وجرح عشرات المسلحين من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد، فيما تمكنت جماعة الحوثي من توسيع نفوذها في الجوف. خرق مستمر للهدنة الناتجة من اتفاق السويد من طرفي النزاع في اليمن، حيث أعلن الجيش أنه اشتبك مع مسلحي جماعة الحوثي وأوقع في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى خلال اشتباكات بمحافظة الحديدة. تم استهدافها من قبل الطيران. تأتي هذه التطورات بعدما سحب الفريق الحكومي اليمني جميع أعضائه المشاركين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في أجزاء متفرقة من مدينة الحديدة عقب عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في المدينة. وبحسب مصادر طبية فإن مستشفيات محافظة الحديدة استقبلت 18 قتيلا و28 جريحا من الحوثيين.
جماعة الحوثي بعدما استطاعت أن تحسم المعركة في الجوف وتنزع سيطرتها من يد القوات اليمنية، حاولت أن تفتح جبهات الساحل الغربي عبر محاولات تسلل على مواقع القوات المشتركة لتحقيق مكاسب جديدة، بينها كسر الطوق الذي تفرضه القوات المشتركة على مداخل مدينة الحديدة من الجهتين الجنوبية والشرقية وتفعيل مينائها الاستراتيجي. أما في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، الكفة ليست بصالح الحوثيين، إذ إن قوات الجيش تمكنت من أسر 20 مسلحا حوثية، بينما مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت بعدة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للجماعة كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت إلى تدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وللعام السادس يشهد اليمن حربا ضارية أوجدت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وما يزيد من تعقيدات النزاع في هذا البلد أن له امتدادات إقليمية من بعض الدول التي تحاول أن تمد نفوذها هناك. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا الباحث السياسي اليمني توفيق الحميدي. أهلا ومرحبا بك سيد توفيق. سيد توفيق، الأمم المتحدة كانت تعول على اتفاق الحديدة كنموذج من الممكن أن يتم تطبيقه في باقي المناطق. الآن بعد فشل هذا الاتفاق، على ما تعول الأمم المتحدة؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر الأمم المتحدة لم تأخذ عملية السلام في اليمن من البداية على محمل الجد. هي حاولت أن تصنع أو تكسب جولة من الجولات بحيث يضاف إلى رصيد المبعوث الأممي أو إلى الأمم المتحدة. اتفاقية الحديدة هو أتى في إطار كلي وفي إطار شامل مسمى ضمن بين قوسين اتفاقية ستوكهولم. نصت اتفاقية ستوكهولم على مجموعة من الشروط، على مجموعة من النقاط، منها الحديدة، منها الإفراج عن المعتقلين والأسرى، منها عملية الحصار عن الحديدة. رأينا الأمم المتحدة تسير في اتجاه واحد المتعلق بالحديدة وأهملت بقية النقاط الأخرى، هي النقاط المتعلقة بالأسرى وجدول زمني لفك الحصار عن مدينة تعز. وبالتالي رأينا الانتكاسات تتوالى حتى رأينا أن بعثة الأمم المتحدة تم الاعتداء عليها. لذلك أنا أقول اليوم بعد المعارك في مديريتي في نهم والجوف، سيطرة جماعة الحوثي على هذه البقعة الجغرافية بحيث حشرت الزاوية الحكومة الشرعية في زاوية ضيقة، أصبحت اتفاقية ستوكهولم كلها في عداد كان. اليوم الأمم المتحدة ربما ليس لها إلا خيار واحد، هي الاستعانة بالدول الكبرى لوقف هذه الحرب والذهاب إلى تسوية شاملة وفق أجندة أخرى. أنا أعتقد اليوم أن اتفاقية ستوكهولم غيرها أصبحت في عداد الموتى، وبالتالي لا أمل كبير إلا. فلنتحدث عن الحكومة اليمنية التي تدير عددا من المعارك وتدخل في عدد من الجبهات، يعني نتحدث عن جبهة الحديدة، أيضا الجوف، وأيضا جبهات في شمال اليمن، في الجنوب مع الانتقاليين. هل هي قادرة على إدارة كل هذه المعارك في آن واحد؟ لا، أنا نستطيع أن نقول اليوم أن المعارك هي تتمثل في التالي. معارك الساحل الجنوبي هي لا تديرها الحكومة بصورة مباشرة، هنالك اليوم طارق صالح وهو معروف بميله لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي وقف الحرب أو استمرارها في الساحل الغربي هو مرهون بقرار دولة الإمارات بالدرجة الأولى. اليوم الحكومة نستطيع أن نقول أنها تدير معركتين في آن واحد. المعركة الأولى هي مع جماعة الحوثي في الجوف في صرواح على وجه خصوصا اليوم في الجوف، والمعركة الثانية هي مع المجلس الانتقالي، وهذه اليوم عنوانها الرئيسي هي المملكة العربية السعودية المشرفة على اتفاقية الرياض. وبالتالي المعارك مع الانتقالي في هذه الخصوص هو يعكس استراتيجية المملكة العربية السعودية التي أثبتت بما لا يدع مجال للشك إلى حد اليوم أنها غير جادة بوقف هذا التنازع والاقتتال بين الحكومة الشرعية، وهذا كله يصب في صالح جماعة الحوثي التي استطاعت أن تحقق مكاسب ميدانية كبيرة خلال الأيام الماضية في جبهتي الجوف ونهم، واليوم تريد أن تستولي على آخر معاقل الشرعية في الشمال وهي محافظة مأرب الغنية بالنفط. اليوم هنالك سيد توفيق، بعد يومين من الآن تتم عمليات التحالف 5 سنوات، بعد 5 سنوات ما الذي حققته هذه العمليات؟ نحن لو عملنا جرد حساب سريع سنستطيع أن نصل إلى التالي.
اليوم الحكومة التحالف العربي تم إعلاء إشهاره أو دخوله الحرب اليمنية لأجل استعادة الشرعية. الذي حدث بعد 5 سنوات لنكون منصفين التالي: أنها استطاعت أن توقف جماعة الحوثي من بعض المناطق لكنها لم تعيدها إلى الحكومة الشرعية، على سبيل المثال عدن وأبيان وشبوة، وسلمت للمجلس الانتقالي كانقلاب آخر. أما الأمر الآخر أنها أضعفت الحكومة الشرعية وأصبحت الشرعية في حد ذاتها مهددة من خلال مجموعة من الممارسات الاحتلالية إذا جاز لنا التعبير، وهي إنشاء ميليشيات مسلحة وعسكرية في اليمن يصل قوامها إلى أكثر من 200,000 باعتراف الإمارات نفسها، بإنشاء سجون سرية أكثر من 20 سجن سري تديرها الميليشيات التابعة لدولة الإمارات. هنالك زيادة في عدد القتلى من المدنيين اليمنيين، هنالك تسجيل لأكثر من 1000 غارة خاطئة لما يقارب 4000 مدني يمنيين، هنالك تدمير شامل في البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية. يعني بناء على كل هذا الحديث، لماذا لا تقر السعودية بأن هذه العملية فشلت وهذا التحالف فشل، وتذهب لحوار شامل يجمع اليمنيين بدلا من استمرار الحرب واستمرار الخسائر لجميع الأطراف؟ ربما هذا الأمر متعلق بحسابات سعودية، لكن السعودية بالفعل بدأت تفاوض جماعة الحوثي. اليوم السعودية لها، يعني هو متعلق بحسابات سعودية، السعودية خاسرة في هذه الحرب، السعودية يمكن الخاسر الأكبر حتى اقتصاديا. نعم، هنا في هذا الاتجاه هي متعلقة بحسابات سعودية متعلقة بالأرض اليمنية، بمعنى أن اليوم السعودية تريد أن تبقى على الأراضي اليمنية على الأقل من الناحية الاستراتيجية. هنالك قوات سعودية موجود في محافظة المارة، هنالك أطماع سعودية متعلقة بمد أنبوب نفطي موجود إلى المحافظة الجنوبية، هنالك تواجد إماراتي. هذه الحسابات اليوم تجعل الدخول في مفاوضات مع الحوثي يحتاج إلى فترة من الزمن. مفاوضات قائمة واستوعبتها مع سلطنة عمان، وكان هنالك إشراف من قبل الأمريكان أنفسهم. لكن ما الذي تريده السعودية بالضبط؟ ما الذي يريده الحوثيون بالضبط؟ هنالك اليوم إشكالية، لأنه التنازع في الجنوب والتنازع في الشمال. التنازع في الشمال، الحكومة الشرعية ما زالت إلى حد الآن تسيطر على آبار النفط في الشمال والتي يطمع الحوثي للسيطرة عليها، وما زالت تسيطر على آبار النفط في الجنوب الذي يسعى الانتقال للسيطرة عليها. وبالتالي هذه الحسابات تجعل الدخول في مفاوضات معقدة. اليوم الحكومة الشرعية نعم غائبة لكنها ما زالت تقاتل، وبالتالي نحن اليوم نحمل المسؤولية الكبرى عن هذه المعركة هي للتحالف العربي الذي إلى حد الآن لم يعطي الحكومة الشرعية استقلالية كاملة في إدارة هذه المعارك، أو استقلالية كاملة حتى في المفاوضات السياسية، أو حتى العودة إلى الأراضي اليمنية. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من فيينا الباحث السياسي اليمني توفيق الحميدي. المجال يستمر معكم ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قالت منظمة Human Rights Watch ومنظمة بلادي جزيرة الإنسانية إن عناصر الشرطة وجهاز الأمن الوطني والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا كان سن أصغرهم أقل من 12 عاما، وأخفوهم قصرا وعذبوهم مع غض النيابة والقضاء البصر عن القضية. التقرير الذي حمل عنوان انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين وثق الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 سنة و 17 سنة عند اعتقالهم، حيث قال 15 طفلا من 20 شملهم التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم، كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. وقال 7 أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق. وطالب التقرير حلفاء مصر وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. هذا وصعدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عناصر جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة والجيش أيضا أحيانا.
متابعة لهذا الملف نرحب بضيفتنا من باريس الباحثة والناشطة الحقوقية المصرية الأستاذة ماجدة محفوظ. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة. في البداية، ما هي الرسائل والدلالات التي يحملها تقرير Human Rights Watch حول تعذيب الأطفال في مصر؟ تقرير منظمة هيومن رايتس واتش صادر يوم الخميس الفائت هو يوثق الموثق ويؤكد على ما ذهبت إليه التقارير الصادرة منذ سنوات من أن النظام المصري يتبع التعذيب كطريقة ممنهجة. الجديد في الأمر أن هذا التقرير ألقى الضوء على تعذيب الأطفال، وهو كان شيء غائب عن التقارير السابقة. لم يكن لدينا من الأدلة أو من الأهالي اللي تستطيع أنها تخرج أمام الكاميرات وتوثق حالات التعذيب اللي بتحدث لأطفالها. اليوم امتلكت هيومن رايتس واتش هذا الأمر، وخرجت أكثر من 20 طفلا يعني يوثقون حالات التعذيب الصادرة بحقهم من الصعق الكهربائي في أعضاء مختلفة من أجسامهم، كذلك في النوم على أرضية صلبة لفترات طويلة، الضرب المبرح والسحل، الحجز لفترات طويلة مخالف للقانون الدولي والقانون المصري على حد سواء. فهذا التقرير يأتي تماشيا مع التقرير الأممي الصادر في نهاية عام 2017 عن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، والذي رأى أن مصر تتبع التعذيب كطريقة ممنهجة لاستخلاص اعترافات كاذبة ليس لها أصل، وللأسف لا ليس هناك غطاء من النيابة العامة لحماية هؤلاء المعتقلين سواء كانوا أطفال أو كبار على حد سواء. لطالما تعاملت السلطات المصرية مع مثل هذا النوع من التقارير في حال بثته وسائل الإعلام بإغلاق وسيلة الإعلام أو بتوجيه تنبيه لها وتكذيب لهذه الوسيلة. الآن هذا التقرير يأتي من منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، وهي من هي هذه المنظمة؟ كيف سيكون الرد؟ دعبت الحكومة المصرية كما ذكرت على إغلاق وسائل الإعلام إذا جاءت بعض الاعترافات أو بعض الفيديوهات التي تخرج تباعا على وسائل الإعلام لتوثق حالات التعذيب وحالات الانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها السلطات المصرية. اليوم في خروج تقرير رسمي من منظمة كهيومن رايتس واتش، الحكومة المصرية عليها أن تجيب على التساؤلات، عليها أن تجيب على الانتهاكات التي قام بها ضباط الشرطة أو حتى تورط ضباط من الجيش في مثل هذه الانتهاكات. تورط النيابة العامة سيكون له دلالة كبيرة جدا في هذا التقرير. هيومن رايتس واتش نفسها طلبت من الجهات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات والتعاملات مع الجانب المصري حتى يكون هناك تحقيق نزيه في مثل هذه الانتهاكات، وتقديم إجابات من الجانب المصري، وزيارة لجنة أممية تكون محمية من الجهات المصرية، وهو ما رفضته مصر على مدار 7 سنوات سابقة. وهذا أيضا يؤكد فعلا أن مصر لديها سجل انتهاكات ثقيل جدا، وهي تحاول جاهدة أنها تخفيه برفض اللجان الأممية والتحقيقات المستقلة لمنظمات حقوقية دولية كهيومن رايتس واتش أو العفو الدولية أو غيرها من المنظمات، حتى المنظمات المحلية. طيب أستاذة ماجدة، برأيك يعني هذه الانتهاكات في مصر هل هي سياسة ممنهجة أصبحت لدى السلطات؟ يعني منذ 7 سنوات ونحن ندأب على أن نقول ونوثق أن السلطات المصرية تنتهك التعذيب كطريقة ممنهجة وكطريقة متعمدة لاستخراج اعترافات كاذبة من المواطنين المصريين المعتقلين، واستخدمت في ذلك عملية الإخفاء القسري وعن طريق اعتقال المصريين المواطنين المصريين من دون أذونات اعتقال، فكان هناك غطاء على ميعاد اعتقال المواطنين ما أدى إلى عملية إخفاء قسري تتبعها تعذيب ممنهج لاستغراق اعترافات. رأينا ذلك على شاشات التلفاز في فيديوهات مختلفة، في أناس حتى صدر الحق بإعدامهم. يعني محمود الأحمدي قال في المحاكمة أعطيني عصا كهربائية وسأجعل هذا الضابط يعترف بأنه قتل السادات. يعني التعذيب الممنهج هو طريقة تستخدمها السلطات المصرية في محاولة للتغلب على المعتقلين، في محاولة للتغلب على الاعتقالات
الغير التي لا ترقى إلى عدم وجود تهم بها في محاولة لإجبار المواطنين المصريين على التراجع على مطالبهم بحقوقهم. طيب وهذا الآن أمر هناك في العالم يعني مطالبات للإفراج عن المعتقلين من السجون نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، برأيك كيف تتعامل الحكومة المصرية مع مثل هذه المطالبات؟ يعني كان هناك احد المصريين، احد المحامين المصريين قد كتب مكتوبا على صفحه الفيسبوك الخاصه به بان السلطات المصريه قد اطلقت سراح الاطفال من اماكن اعتقالهم، وللاسف تم سحب هذا المنشور سريعا جدا لانه للاسف غير صحيح بالطبع. كذلك كما نعلم جميعا ان حالات التكدس الشديده في الزنازين المصريه هي امر قديم وغير مستجد. الامراض المزمنه للمعتقلين المصريين لهيك اصلا عن وجود أمراض جديدة لديهم من مثل هذه الأماكن التي لا ترقى لأن تكون أماكن آدمية وغيرها من الأمراض. ففي ظل تفشي فيروس كورونا هناك حملة خراج المساجين التي يعني قام بها عديد من أهالي المعتقلين، منهم الدكتورة منى سيف والدة علاء عبد الفتاح، واللي طلبت بإخراج علاء وغيره من المعتقلين لعدم تفشي المرض، بخاصة أن هذا المرض لن يكون هناك جدارا فاصلا له يمنع عن تفشيه على المجتمع المصري عامة بعد تفشيه في السجون المصرية. ولكن كما نرى جميعا أن السلطات المصرية دائما ما تغلق أذانها عن مثل هذه المطالبات وتتجاهل مثل هذه الدعوات وتستمر في ما تذهب إليه من التنكيل بالمعتقلين وفي الانتهاكات التي تقوم بها بحقهم. للأسف الشديد نحن في حاجة ماسة إلى يعني ضغوط دولية مباشرة على السلطات المصرية لتستجيب لمثل هذه النداءات لكي تجعل مصر تحترم القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها لكي تغلب الصالح العام، الصالح الدولي على المصلحة المصرية أو الجانب الخاص من العلاقات المصرية، حتى أن السلطات المصرية تقوم بمثل هذا الأمر. لكن للأسف نعلم جميعا أن النظام المصري والسلطات المصرية لا تستجيب لنداء المصريين أو أهالي المعتقلين، لا تستجيب إلى الجهات غير الرسمية. ولذلك أنا من خلالكم بوجه دعوة إلى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، إلى الأمم المتحدة، بضرورة تقديم ضغوطات مباشرة على السلطات المصرية للتنازل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الأقل، أو بتفريقهم على أماكن احتجاز تستطيع أنها تتلاشى فيها أو تتلاشى فيها العدوى المباشرة من فيروس كورونا، أو نستطيع على الأقل أن نقلل انتشار هذه العدوى في ظل هذه الظروف التي نمر بها جميعا حول العالم. من باريس الباحثة والناشطة الحقوقية المصرية ماجدة محفوظ، شكرا جزيلا لك. إلى جولة في أهم الأخبار الإقليمية باختصار. وزارة الدفاع التركية تعلن استكمال الدورية التركية الروسية الثانية على الطريق الدولي M4 في إدلب في إطار تفاهم موسكو. إصابة 4 مدنيين بجروح في مدينة الباب شمالية سوريا جراء انفجار سيارة يعتقد أن تنظيم YPG الإرهابي هو من نفذه. قوات خليفة حفتر تواصل خرق الهدنة الإنسانية وتقصف مطار معتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بصواريخ من نوع جراد. عرب محافظة كركوك يطالبون حكومة إقليم شمال العراق بالإفراج عن المعتقلين العرب محذرين من كارثة بسبب كورونا. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح تأجيل بدء محكوميته بسبب انتشار فيروس كورونا. ائتلاف النصر البرلماني يرفض تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية بديلا من عدنان الزرفي المرفوض من كتل شيعية. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده قد تضطر إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقرر تنظيمها في العاصمة طوكيو، وذلك في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا. وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن الجهة المخولة بإعطاء القرار الأخير حول الموضوع هي اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدا أن إلغاء الألعاب الأولمبية ليس مطروحا على الطاولة. لكن ما هي دورة الألعاب الأولمبية وكيف تأسست هذه الدورة وما هي أهميتها؟ الإجابة في التقرير التالي.
الألعاب الأولمبية هي مجموعة فعاليات رياضية تقام على مستوى العالم، وتشمل الألعاب الصيفية والشتوية، ومنذ عام 1988 تقام الألعاب البارالمبية للرياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، إضافة إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقامة كل 4 سنوات منذ عام 2010. يعود تاريخ الألعاب الأولمبية إلى 2800 عام تقريبا، حيث كانت الألعاب الأولمبية تعد أشهر الدورات الرياضية في التاريخ القديم، وأخذت اسمها نسبة إلى مدينة أولمبيا اليونانية القديمة التي كانت مركزا دينيا للإغريق. وكانت الألعاب تقام على مدى 7 أيام كل 4 سنوات على شرف زيوس كبير آلهة اليونان وزوجته هيرا بحسب اعتقادهم. وقد نسيت هذه العادة بمرور الزمن حتى أواخر القرن 19، حيث اعتبر الأوروبيون اليونان القديمة مهد حضارتهم، ليتم إحياء الألعاب من جذور التاريخ، حيث أقيمت أول ألعاب أولمبية في مدينة أثينا اليونانية عام 1896، وأعقبها ب4 سنوات أولمبياد باريس. إلا أن الألعاب التي كانت ستنظم في العاصمة الألمانية برلين عام 1916 ألغيت بسبب استمرار الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940 وخلال الحرب العالمية الثانية ألغت اللجنة الأولمبية الدولية الأولمبياد الذي كان مقررا تنظيمه في العاصمة اليابانية طوكيو، فضلا عن إلغاء الألعاب الشتوية المقامة في سابورو اليابانية. وهو الأمر الذي تكرر عام 1944 مع استمرار الحرب العالمية الثانية، حيث ألغت اللجنة الأولمبية الدولية أولمبياد لندن فضلا عن إلغاء الألعاب الشتوية التي كان من المخطط تنظيمها في مدينة كورتينا دامبيتزو الإيطالية. وفي ظل انتشار فيروس كورونا الجديد المسمى بكوفيد-19 في أنحاء العالم، تتجه الأنظار إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مصير الألعاب الأولمبية التي من المخطط إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو بين 24 يوليو إلى 9 أغسطس عام 2020. وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع رشا الحلبي. تفضلي رشا. شكرا لك محمد، أهلا بكم. تسارع وزارات الصحة حول العالم لاتخاذ إجراءات تواجه فيها فيروس كورونا وتحد من انتشاره بين مواطنيها. وفي فقرة اليوم نستعرض وإياكم أبرز الإجراءات في عدد من الدول وردود الفعل الشعبية عليها. نبدأ من إجراءات وزارات الصحة في منطقة الخليج العربي ومحيطها. في السعودية يغرد الناشطون عبر هاشتاغ أبطال الصحة مؤكدين أن تضحيات الكادر الصحي ستبقى حكايات خالدة. وزارة الصحة القطرية أطلقت حملة تطوع لتخفيف الضغط على الموارد البشرية للدولة وشحذ جهود كافة الأفراد للإسهام في الحد من انتشار الفيروس. في الكويت تقوم وزارة الصحة بتفقد دوري لجاهزية المراكز الميدانية المخصصة لفحص المواطنين في المطارات. إشادات دولية لإجراءات البحرين في مكافحة الكورونا. وزارة الصحة العمانية فعلت تطبيقا على واتساب لاستلام الأدوية من المراكز الصحية لكل ولاية بعيدا عن التجمعات. وفي الإمارات طبيب افتراضي لفيروس كورونا يتحدث معه كل من يشعر بالقلق أو يبدو عليه أعراض مشابهة للفيروس، وذلك عن طريق موقع إلكتروني. أما في اليمن فدعا وزير الدولة إلى تشكيل خلية مشتركة من وزارة الصحة في حكومته والحوثيين وبرعاية منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا. الممثلة الأممية في العراق ضمت صوتها إلى وزارة الصحة في دعوة الناس إلى المساعدة في دحر فيروس كورونا من خلال البقاء في المنازل. في مصر تضارب بين الرواية الرسمية لوزارة الصحة والواقع الذي يثير سخطا شعبيا واسعا. إجراءات حكومية احترازية منذ الكشف عن الفيروس والإصابات حتى الآن ظهرت في 24 محافظة مصرية. تعيينات جديدة على مستوى المستشارين الصحيين. سخط من إرسال معدات طبية إلى إيطاليا في الوقت الذي تعاني فيه مصر نقصا منها. حوافز الأطباء تعد الأقل في الوقت الذي تم فيه رفع حوافز الجيش، ولكن الشعب لم ينس
صحية الأطباء تحت هاشتاغ أطباء مصر البواسل شكراً. الإهمال الطبي يودي بحياة 5 سجناء خلال يوم واحد، ومنظمة العفو الدولية تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي. منظمة الصحة أشادت من جهتها بطريقة تعامل السلطات مع الفيروس. إلى هذا انتشر مقطع فيديو لشاهد عيان يتحدث عن طبيب يطرد مصابين بالكورونا من طوارئ مستشفى. أنا بناشد بقى رئيس الوزراء أي حد اشتباه في فيروس بيطرد من مستشفى الطوارئ. أنت مسؤول هنا، أنت مسؤول تعالج الناس، هنشوف حضرتك أنت مسؤول تعالج الناس ولا جاي تدمر الناس. واحد مشتبه فيه في فيروس كورونا داخل في مستشفى الطوارئ، مدير الطوارئ بيطرده في الشارع، بيقول له اطلع بره، اطلع بره من هنا. الراجل أصلا ما بينطقش، قال له هنا حالتين، أنتوا جايين تقعدونا، أنتوا جايين تموتونا. في لبنان ارتباك في تعاطي الحكومة مع أزمة وباء كورونا. وزير الصحة يتحدث عن الانزلاق نحو الانتشار بعد تسجيل أكثر من 80 حالة خلال يومين، والمواطنون يطالبون بإعلان حالة طوارئ ضد الحكومة المتخاذلة. مبادرات إعلامية لجمع تبرعات للمؤسسات الطبية بعد أن عجزت الحكومة عن تلبية الحاجات، مبادرة استغلها البعض من أجل التباهي بأعمال الخير. ورغم تلبية الكثير إلا أنها غفلت عن مستشفيات خارج العاصمة أكثر احتياجا من غيرها. وسط كل ذلك الكوادر الطبية تستمر بتأدية مهامها متحدية للوباء. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، أغنية يؤديها طبيب لبناني من مكان عمله. نقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. في تركيا وفي إطار الجهود لمكافحة فيروس كورونا، كشفت وزارة الصحة عن إنتاج اختبارات محلية لفيروس كورونا الجديد قادرة على إظهار النتائج خلال 15 دقيقة فقط في الوقت الذي كانت فيه معدات التشخيص الأخرى تظهر النتائج خلال ساعة أو ساعة ونصف. وسيتم استخدامها أولا في مختبرات الصحة العامة، ثم توسيع نطاق استخدامها لتشمل الولايات التي تحتاج إلى معدات التشخيص. في تركيا وعند الساعة 9 من كل ليلة يوجه الشعب التركي تحية للكوادر الطبية في البلاد عبر التصفيق من شرفات المنازل. الشرطة الإسبانية تنشر المرح في محاولة لكسر ملل الحجر الصحي لدى المواطنين. نشاهد فيديو اليوم. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم، وعودة إليك محمد. شكرا لك رشا. أما الآن إلى أهم الأخبار الدولية باختصار. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطالب واشنطن برفع العقوبات عن بلاده إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي كورونا. الفيدرالي الأمريكي يقر حزمة إجراءات وحوافز لتقليل ضرر كورونا على الاقتصاد المحلي. النرويج تعلن نيتها إنشاء صندوق تمويلات داخل الأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تفشي وباء كورونا. تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% تحت ضغوط زيادة الإنتاج وتراجع الطلب متأثرا بالتبعات الاقتصادية لوباء كورونا. بدء تجارب سريرية في 7 دول أوروبية على الأقل لاختبار 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا تشمل 3200 شخص. مسؤول أممي يدعو الحكومة اليونانية لوقف العنف الذي تمارسه ضد طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا. واستئناف محاكمة 3 روس وأوكراني في هولندا في قضية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في العام 2014. يتوجب على الأطفال اللبنانيين التكيف مع فصول دراسية جديدة هي غرف نومهم، حيث يلجأ الكثيرون إلى التعليم المنزلي بعدما أغلقت المؤسسات التعليمية اللبنانية الشهر الماضي في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد. نور أبي لاما أم لبنانية تساعد أبنائها في التعلم عن بعد، تحكي تجربتها للمجلة. موسيقى
صارت أزمة الكورونا بلبنان اضطروا المدارس يسكروا وبلشوا يبعثوا لنا دروس على البيت. هلا اول جمعتين كان السيستم انه بنطبع الدروس بنرجع بنوصلهم على المدرسه، بعدين رجعت سكرت المدرسه على الاخر حتى الاساتذه ما كانوا بقى عم يطلعوا. سو كمان اتبعوا سيستم جديد يلي هو بيبعثوا لنا الدروس اونلاين وبندرسهم وبنحلهم بنرجع كمان وي ديبوزيت ذا ورك اونلاين. أكيد كان كل شيء جديد لنا وللولاد. لا ما إنه شيء كتير هين أكيد، لأنه تعرف الأمات والبيات بيشتغلوا وعم يشتغلوا من البيت وبدون يلحقوا على دروس الأولاد، والأولاد كمان معبقين وما عم يقدروا يظهروا ويفشوا خلقهم وتركيزهم ما عم يكون 100% مثل ما بالمدرسة، وأكيد نحن ما بنعرف ندرس مثل ما الأساتذة بيعرفوا، بس عم نتساعد كلنا المدرسة الأساتذة الأولاد ونحن تنقدر نقطع هالمرحلة. حتأثر إنه ما حياخد النتيجة اللي عم ياخدها بالمدرسة، بس باليوم ما عنا غير حال، سو رح نجرب قد ما فينا إنه نتواصل مع الأساتذة ونجرب نخليهم يدرسوا بهالطريقة تنلحق قد ما فينا على المنهج تبع السنة. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه القيود التي تتخذها الدول للحد من انتشار وباء كورونا وزيارة بومبيو لأفغانستان وانتعاش آمال تحقيق السلام واليمن واستمرار المعارك وموجة نزوح شديدة من الشمال. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.